دخلنا على التفتيش طبعا الساعة 6 الصبحية، قمنا بالتفتيش اللازم في المعبر. الساعة 6:30 لـ7 تفاجأنا بوجود مستوطنين على دوار المعبر من الجانب الآخر. مجرد ما طلعوا السيارات، السيارة اللي طلعت من 6 للـ7 هذه ما لصت وظلت متسهلة على معبر كرم أبو سالم، ولكن بعد الساعة 7 المستوطنين طبعا أجوا سكروا طريق المعبر، هجموا على السيارات،